أجواء شهر رمضان تفرض نفسها في أسواق مدينة منبش شرقية حلب بالرغم من قرار حظر التجوال المفروض من السلطات المحلية كإجراء وقائي من فيروس كورونا، لكن هذه الحركة الكبيرة في الأسواق لا تعكس واقع البيع والشراء. أيام رمضان وأوضاع كسد شغل وغلا ولا خرج، يعني لا لحوم ولا غيره، خصوصي بالنسبة للعائلة اللي أعداد أفرادها كبيرة، ما يدوب عايش يعني شيء غوت لا تموت ولا تأكل واحد، لأن أوضاع صعبة وأوضاع سيئة ميكن وغلاء وما في هذاك المراقبة عليك أمورك. غلاء كبير في أسعار المواد الغذائية والخضروات، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة أكثر من 2000 ليرة سورية، ناهيك عن الأسعار الباهظة للفاكهة وسط ضائقة مادية يعاني منها سكان المدينة والنازحون إليها، ما دفعهم للاقتصاد في الشراء. والله بالنسبة للأسعار عندنا أسعار غالية كتير، يعني احنا على مستوى شعب منبج شعب فقير شعب عامل وما عنده إمكانية ياخد فرجة، عم صف الأرزاق والأرزاق موجودة مثل ما هي، يعني اللي ياخد التاجر ياخد واللي مضطر ياخد. أيام رمضان لازم تكون أسعار يعني أقل شيء 50% عن الأسعار الموجودة. إقبال ضعيف على شراء اللحوم، حيث وصل سعر لحم الخروف إلى 16,000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، ما جعل شراءها أمرا في غاية الصعوبة لكثير من السكان هنا. بالنسبة للحمة يعني المواطن الله يكون بعون، اليوم كيلو اللحمة 16,000، يعني المواطن يستغني عن كيلو اللحمة يأخذ غير مواد للبيت، يعني اللي يجي اليوم بدي ياخذ كيلو لحمه هذا عنده مصاري، والما بسال عن اللحمه بتعرف وضع الشعب. يعني مطالبات ملحه من قبل السكان للسلطات المحليه للعمل على مراقبه الاسعار وايجاد حلول تفضي الى تخفيضها وتخفف من معاناه المدنيين المتزايده في شهر رمضان، بالتوازي مع قله فرص العمل وما خلفه فيروس كورونا من اثار سلبيه كبيره عليهم.